انا يا انا عندي دخل كيطلع هاي لافي ديالها كيف كيف من اللي با ديال لوطوار تاع شراقة اللي ديك الدويرة شراقة اللي با ديال الكونتاس اخو من هنايا افكات ولا كامل افكات من هنايا؟ هادو كاع افكات لهنايا فوالا وقع لنا السيد لهنايا هادو كامل افكات نبداو بسم الله هذايا غير دخل كاين كوزينه هادي ما على باليش هذا انايا ان شاء الله راني هنا وجيراني راكم هنايا 9 ميطاج باتيمون 51 كوزينه صغيره يا خوتي معليش فيها خير يا خوتي معليش هاي نوريكم لافي تاع هاد الباتيمون هنايا خرج الصالون هاي مغلوق هاي اللي قلت لكم عليها من هنايا كاين دي فيلو من لي فيلو هذه في حجم مليحه في باتيمون 51 ماشي جايين في الوسط البركه على مولانا مالنا كامل دونك تشوفوا اذا راكم تشوفوا من الفوق كامل كان طريق هذيك هي اللي ديما من خريسيه ودويره كان دي باتيمون مازال الفوق عم تبناو تاع اللي قرب من الطريقه الفوقانيه يسمى هنا تقدروا تدخلوا على الكوتي تاع الدويره خريسيه ماشي الطريق الثانيه اوكي نعاودوا نخرجوا نروحوا قلنا هذا الصالون من كوزينة تروح من هنايا هاوليك صال دو بان هكذا خاوتي راني زين بالعرق عوك نبيام و بلي صوتي ديالو الله غير صوتي على الصور نوريكم تشوفو مني صوتي هاي آه عندي لافي ديالها شابه بزاف هنايا شوفو هاني صوتيت خد على الكرياج مليح هادي خاوتي كاينه من بعد بلوطار ان شاء الله يخدموا طريق نورمالمون تقدروا عندهم عند هاد جوج دخلات من هنايا تقدر تدخل على طريق خريسية دويرة تحب تدخل على الطريق التحتانية تاع دويرة فوالا هاي من هنايا دو جون هادي فوالا هاد لي طاج قال لك كامل لا افكار هادي نورمالمون كيف كيف هاد الصالون بون دغري واش غادي نشوف عبر تنمو هاني نفيلمي ما ندوت ما فهمتش بون هذا الصالون شغل اللي هي مع الكوزينة هاي لافي ديالو ثم طريق تاع شراكة دويرة أو الصالون من هنا صال دو بان تواليت بون عندك دو شامبا هكدا سحب باتيمون 51 9 ميطاج راكم شفتو كلش ربي عليكم خاوتي والسلام عليكم بون خرجنا من لا شومبر هادي مكانش نيميروطاسيون تاع البيبان دونك 38 هنا في الجماعة كاملة هاكم هنا كيف كيف لو ميم سيستيم هنا صالون نوريكم لافيو ديالها اللي دا لا كوتي هذا تاني عندو لافيو ديالي شابة تانية بون عندك الباتيمون هادو مقابلينك مي شوفو خاوتي واش عندك هادي كاع مقابلة هاديك هنايا هادي كاع دويرة دويرة كبيرة الله يبارك فوالا ها الباكون تاع هنايا خرجت الكوزينة وبعيد اخوتي بعيد
هنا تعاود في الكوزينه هنايا والكبير الله يبارك. شوف الكوزينه الله غادي نشوف فيها هادي صغيره هادي الله صغيره بزاف وضيقه. شوف الدخله ديالها هادي باين ليك مربي ضمون لهنايا باش ندخل ليطاج كامل هنايا تسمى جير على لي فطاج هدايا كامل نوريكم ان شاء الله تكونو شفتو. انا ماش كل شمبرا عندها فاس هدا ديالها فوالا هاي ليك نعاودو نخرجو من هنا ان شاء الله خوتي ربي يعاونكم والله من كيفيف الماء سيستم من عندك البيبان حاجه مليحه اللي قدرنا شوك زوج هكذايا يدير باب وحده لهنايا هكذا يقدروا يدخلوا منها في زوج هاي هاد لاشوب هاي لافي ديالها كيفيف قلنا كوتي هذا يطلع على لي فيلا الكوتي تاع خريسيه الطريق تاع خريسيه دويره بون هذا فيه بالكون فوالا شو هدايا الكوتي تاع خريسيه دويره فيه بالكون وحده ما راهوش اللي ماهوش مربوط مع الكوزينه هاديك عندك لي فيلا قلت لكم كوتي هدايا الصالون ديالو راهو مربوط وحده فوالا هاي الكوزينه فيها هديت مليحه هادي ما شاء الله فيها ريد واسمو وحدو البالكون صغير ديالها هادي شومبرا هنايا وطر دو شومبرا هنايا هنايا هذه شامبر دونفون هذه صغيرة هذه هذه فيها بلاكار كيف كيف هاي لوبي ديالها هنايا